مدافع منتخب ألمانيا يعيد لنا ذكريات سواريز في عض اللاعبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم. رودريجي ينفذ كلامه وتصريحاته السابقة ويقوم بعض بوجبا من كتفه. رودريجي قال في وقت سابق: مستعدون للعب بقزارة أمام إمبابي وفرنسا. آخر مرة لعب أنطونيو رودريجي ضد منتخب فرنسا. رودريجي: فرنسا أقوى منا على الورق، لكن هي تبقى على الورق فقط. كيليان إمبابي يرد: كل فريق سيلعب بأسلحته. طبعا شفنا التصريحات المتبادلة بين الديوك الفرنسية والماكينات الألمانية. لاحظنا اليوم حركة غريبة جدا من أنطونيو رودريجي مدافع منتخب ألمانيا، قام بعض اللاعب بول بوجبا في كتفه، وطبعا بول بوجبا اعترض على الحكم وقال ان هو بيلعب معانا بكزارة كما اعلن في السابق. رودريجي ينفذ تصريحاته وينفذ وعده ويلعب بكزارة كبيرة جدا، ويتم عض اللاعب بول بوجبا بأسنانه. اللاعب رودريجي لم يتحصل على كارت أصفر، ولكن الكاميرات فضحته بعد ذلك. قولوا لنا رأيكم في اللقطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.